فخورة كوني جزء من فريق يعمل على ضمان مستقبل أفضل لدولة الإمارات وأني حصلت على فرصة مميزة في هذا المشروع الفريد من نوعه في المنطقة. قامت شركة نواة للطاقة ومؤسسة الإمارات الطاقة النووية بتوفير كل الدعم للمرأة الإماراتية العاملة في هذا المجال، وهذا واضح من دورها في سواء كان في المجال الإداري أو التقني. كلي فخر أني إماراتية وأني من ضمن هذه الأسرة، طامحة أني أكون فارق إيجابي لوطني الإمارات. خلال 10 سنوات تعلمت الكثير وتطورت بمهنتي حتى وصلت إلى منصبي الحالي. كأي امرأة إماراتية من صفاتنا العزيمة، الصبر، العمل الجاد، دائما أحاول أجد التوازن بين حياتي العملية والشخصية.